قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كيف هم يا ربي؟ قال كأنهن الياقوت والمرجان. بالله تصور مرتك تمشي قدامك في الجنة مثل الياقوتة أو المرجانة. أنا أتحداكم كلكم يا من معين أنكم ما قد شفتوا الياقوت ولا المرجان، لأن من يشوف هذا؟ ما حد يشوف. أنا أولكم ما شفته إلا مرة، كنت في مكة ومريت على سوق وإذا في مكتوب محل بيع الأحجار الكريمة، فتذكرت الآية ندخل عليه. أنت رجال جالس تكي ومعه واحد، قلت له عندك ياقوت ومرجان؟ فإنه يطالع فيه كذا وإنه يمسحني من رأسي إلى قدمي. قلت لا تمسحني ترى والله لأني بشتري ولا شيء، بس سمعت الله يقول إن الحورية في الجنة مثل الياقوت والمرجان وأنا ما شفته، ممكن توريني إياه بس ولا أخذ شيء منه. قال لي مدام هذا غرضك ابشر. وإنه يقوم وافتح بابا وراه وادخل في غرفة ثانية، وإني أسمعه يفتح صندوق تجوري يوم طبق به وفتح به كذا حركته تدل على أنه كبير، وإنه يجيب لي منديل افتحه. قال هذا ياقوت. طالعت فيه والله أيها الإخوة أنه من جماله وبريقه ولمعانه أنه يكاد يخطف البصر. قلت هذا هنا كيف ذا قدي قدامي تمشي في الجنة؟ من يبغى هذا الحرمة منكم؟ قلوا كلنا إن شاء الله. طيب وثمنها إيش؟ مهرها إيش؟ ترك البغايا، ترك المكالمات، ترك المعاكسات، مسح الجوالات، عدم الدخول في المواقع الخبيثة، خلك نظيف. هذه الجنة ما يدخلها واحد وسخ، الوسخ في دار ثانية، أما النظيف فالله يكافئه على نظافته. كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال بعدها وكأن واحد يقول يا ربي والله نعيم عظيم، كيف؟ قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء يحسنوا فكيف لا يحسن الله إليهم؟